سبسكرايب. طبعا غوارديولا كان يطلب من الحكم إضافة مزيد من الوقت، يتوتر، يحتج على الحكم الرابع، وكان يتمنى أنه اللاعب يستمر، لا يتم إقحام لاعب هو مصاب ويأخذ كل هذا الوقت. يعود الحكم الرابع ويحتج. غوارديولا متوتر، كان يريد الانتصار في مباراة الليلة. على أي حال مصاب ويأخذ كل هذا الوقت، يعود الحكم الرابع ويحتج.